السلام عليكم. عبر بغداد اليوم نناشد رئيس الوزراء محمد الشائع السوداني التدخل العاجل. نحن أصحاب أراضي جليوخان في مدينة الموصل، عدد الأراضي 3000 أرض، سنة طاب وملك صرف، ممنوع البناء فيها من قبل جهات متنفذة، علما الأراضي وزعت في التسعينات وورا 2003 وزعت لعوائل الشهداء الشرطة والجيش. ويوجد ساتر داعش اللي تشوفوه حاليا، حفر داعش وقت التحرير، ممنوع أحد يصل هذا الساتر. في وسط هذه الأراضي يوجد معامل السبيز، حفر الأراضي، حفر أراضي المواطنين وبيعها من قبل هذه الجهات المتنفذة. ونصف هذه الأراضي دمرت بسبب الحفر. ناشدنا المسؤولين أكثر من مرة، والمحافظ نجم الجبوري ناشد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وقت زيارته إلى مدينة الموصل، وأمر المحافظ برفع الساتر الداعشي اللي طوله 2 كيلو متر، وإجل منع من هذه الجهة المتنفذة. أكرر مناشدتي لرئيس الوزراء محمد الشائع السوداني والمراجع الدينية الكرام والسيد حاكم الزاملي ووقفته المشرفة مع أصحاب أراضي جادرية، نريد وقفتك مع أهلك في الموصل، وتعرفون وضع الموصل وأزمة السكن. عن آن ناشدت أصحاب الأراضي، الكل تخاف الصراحة، يعني رفضوا أن يظهرون في الإعلام، وحاليا راح أرفق لكم نموذج من السند، سند هذه الأراضي، لأن هذه الأراضي ملك طاب الصرف وليس زراعي.